علمت شوف تي في مصادر مطلعة يومها الخميس أن الفنانة المغربية سعيدة شرف ستدخل قريبا القفص الذهبي للمرة الثالثة بعد طلاقها الأول والثاني. وكشفت مصادرنا المطلعة أن سعيدة شرف ستتزوج بشاب مغربي عازب مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية تعرفت عليه عبر الإنستغرام. وأفادت مصادرنا أن الفنانة الصحراوية ستقيم حفل زفافها شهر فبراير المقبل بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.